السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صحة رمضانكم. بمناسبة شهر رمضان المبارك وتزامنا مع عيد الطفولة المصادف لأول جوان من كل سنة، بلدية عين طاية تنظم نشاطات ترفيهية خاصة بالأطفال، حيث ستكون البداية من ساحة البلدية بعرض بهلواني يوم الجمعة 1 جوان بداية من الساعة 4 مساء، يتبعها يوم السبت 2 جوان فيلم إفريقي حول الطفولة ثم قصة معبرة، إضافة إلى أغاني أطفال خاصة بحقوق الطفل، وهذا بمكتبة البلدية يوم السبت بداية من الساعة 10:30 صباحا. لنختم جولتنا بحفل تكريمي للنوادي الرياضية وبسهرة شعبية للفنان رفيق عماري ابن مدينة عين طاية يوم 9 جوان 2018 بقاعة المرض. السلام عليكم ورحمة الله.